إن شاء الله تعالى من أصحاب هذا الوسام. الوسام ما هو؟ خدام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني محسوبين على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أحد الخطباء الكبار ذات مرة كان ينصح الخطباء خدام منبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينصحهم. هذه النصيحة ليست خاصة بالخطباء، هذه النصيحة لنا أيضا الخطباء الكرام، هذه النصيحة توجه إليهم، النصيحة توجه إلى كل فرد فرد من خدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. كان يقول للخطباء الكرام، يقول أنتم عندما ترتقون المنبر الشريف تخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله واقف مقابل المنبر، أمير المؤمنين واقف مقابل المنبر، الإمام سيد الشهداء، هؤلاء واقفون مقابل المنبر. وهم يخاطبونك ويقولون لك الله الله في سمعتنا، أنت الخطيب لا تغير مقام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عند الله عز وجل أبدا، وجودك وعدمك سواء في هذا المجال، مقامنا عند الله عز وجل أعلى المقامات مقام أهل البيت، ولكن أنت بيدك سمعة أهل البيت عند الناس، تتحدث عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تتمكن أن تجعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أعين الناس يصعدون والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى، ممكن أن تؤثر سلبا على سمعة أهل البيت. لماذا؟ أنت خادم الإمام الحسين الخطيب، أنت أيضا خادم الإمام الحسين، أنت أيضا بنسبة معينة تتمكن أن تؤثر إيجابا أو سلبا. الله الله في سمعة الإمام الحسين. الإنسان الضعيف يؤثر سلبا على سمعة الإمام الحسين، الإنسان الجبان بعيد عنكم جميعا إن شاء الله يؤثر سلبا على سمعة الإمام الحسين. هذا يقول أنا من خدام الإمام الحسين، جبان، هو جبان، سيده سيد الشهداء، كيف كان أشجع من الإمام الحسين تعرفون أنتم في التاريخ أصلا؟ فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. الإمام الحسين ذاك الشجاع، هو الصريع على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وشجعانهم يخافون أن يقتربوا منه. خادم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن يتحلى بصفات الإمام الحسين بصفات أعدائه. خادم الإمام الحسين يلزم أن يكون شجاعا أم جبانا؟ هذه تؤثر إيجابا، الشجاعة تؤثر سلبا، الجبن يؤثر. الله الله في سمعة أهل البيت، كن صامدا، قف. طبعا أول شيء العقائد، ثانيا العمل، ثالثا الأخلاقيات. خادم الإمام الحسين يلزم أن يكون قويا في
في مجال العقيدة، في مجال العمل خلوقا. هذه مؤثرة بالنسبة ضئيلة، نعم، ولكنها مؤثرة. أقرأ لكم عبارة مختصرة، سطر واحد لعله، وسطرين تقريبا، في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب ابن جندب، عبد الله ابن جندب، هذا من خيرة الثقات، هذا من الفقهاء الكبار، من المخبتين، من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام. ذات مرة قال للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، هذا ابن جندب، قال للإمام الكاظم، سأل من الإمام الكاظم، هل أنت عني راض؟ هذا السؤال سؤال مهم يلزم أن نسأل أيضا من مولانا في هذا العصر، أرواح العالمين فداه. إن شاء الله الجواب هم يكون مثل جواب الإمام الكاظم لابن جندب. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال مضمون الحديث الشريف، نص الحديث ما أتذكر، قال الإمام عليه السلام هذا المضمون، بلى والله، هو قال أنت عني راض؟ فقال عليه السلام، بلى والله ورسوله والله عنك راض. إن شاء الله إذا قلنا للإمام عليه الصلاة والسلام هل أنت عنا راض، نسمع هكذا جواب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له موعظة عظيمة جدا مفصلة لابن جندب، هذا الشخصية المرموقة، مقطع من الموعظة.